جديد هذا الموسم هو أننا شرفنا اليوم على تنصيب مادة التربية البدنية في التعليم الابتدائي، كانت عينة من ابتدائية بالضياف وعينة أخرى كذلك في ابتدائية مولود فرعون بحسن القرى، وين يعني وقفنا على يعني الإمكانيات الموضوعة لأبنائنا من أجل مزاولة هذه المادة ضمن رجال اختصاص لأول مرة في تاريخ قطاع التربية الوطنية.